أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلاه النار من جميع الجهات بعد تخفيف العذاب عنه، أم أنه خارج النار وتحت قدميه جمرتان من النار؟ هذا كما بالحديث، يكون في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا في النار، وإنه لأهونهم عذابا. نعم.